رابع أغنى أغنياء العالم يخسر ربع ثروته بسبب كورونا. كشفت بيانات مؤشر بلومبرج أن ثروة الملياردير وارن بافيت، أشهر مستثمر أمريكي في مجال البورصة والمصنف في المرتبة الرابعة بقائمة أغنى أغنياء العالم للعام 2020، سجلت 71 مليارا و400 مليون دولار بخسارة تقدر بنحو 17 مليارا و800 مليون دولار، ما يوازي 25% منذ بداية العام. ويأتي ذلك تزامنا مع تسجيل مجموعة استثماراته خسائر فادحة بسبب انتشار فيروس كورونا. وفاقم من خسائر الملياردير الأمريكي في تلك الفترة ما حدث من تقلبات قوية بأسواق الأسهم الأمريكية مؤخرا، حيث سجلت الأسواق الأمريكية أكبر خسائرها الأسبوعية الأسوأ منذ مارس الماضي، لينهي مؤشر داون جونز ومؤشر ستاندرد أند بورز الأسبوع على خسائر بنحو 5.5% و4.7% على التوالي، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنحو 2.3% بعدما وصل في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متجاوزا مستويات 10,000 نقطة وذلك للمرة الأولى. والذي أثر على أداء الأسهم هو الخوف من ظهور موجة ثانية من تفشي الوباء وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على سياسته بدون تغيير مع تخفيض توقعاته المستقبلية، حيث يرى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش بنسبة 6.5% خلال العام الحالي، وهو ما دعم شعورا بعدم اليقين خلال المستقبل القريب. وكان اندلاع أزمة كورونا الأشد قسوة على استثمارات بافيت خلال العام، حيث تضررت مجموعة بركشاير هاثاوي التابعة للملياردير الأمريكي بشدة جراء الوباء، وكشفت مطلع الشهر الماضي عن تسجيل خسائر فصلية تقدر بنحو 50 مليار دولار.